الأسبوع ده بيقع فيه حد التناصير أو كنيسة بتقرأ لنا فيه الفصل من الإنجيل عن المولود أعمى. والحاجة الجميلة في هذا الأمر إن الراجل ده الإنجيل لم يذكر اسمه، ذكر بس إنه مولود أعمى. لذلك الآباء اللي شرحوا الكتاب المقدس أشاروا إن الراجل ده يرمز للأمم. وصحيح ان السيد المسيح له المجد لما ندرس حياته على الارض نشر ان هو جه بس لليهود، لانه حتى ما كرزش بره اليهوديه، لكن في واقع الامر ان السيد المسيح له المجد جاء ايضا الى العالم، جاء للعالم كله، جاء ايضا للامم مش لليهود بس. فمثلا في مولده رغم ان هو ولد في اليهوديه لكن جاءه مجوس من المشرق، دول يمثلوا الامم. وفي إرساليته للسبعين رسول طلب منهم أنهم أي بيت دخلتموه فكانت إرساليته عكس إرسالية التلاميذ، التلاميذ أرسلهم لليهود لكن الآباء الرسل يعني أطلقهم إلى المسكونة كلها. وحتى كمان نصحهم بيقول لهم إيه، كلوا كل ما يقدم لكم. هنا بقى طبعا اليهود مش مقصودين، لان اليهود ما بياكلوش كل حاجه، في حاجات ممنوعه حسب الشريعه انهم ياكلوا منها. فكانت الارساليه للامم وليست لليهود. وايضا معجزات السيد المسيح لم تقتصر على اليهود فقط، ولكن مثلا شفى عبد قائد المئة، وده كان راجل اممي روماني. ولما صعد السيد المسيح للسماء لما جه يوصي تلاميذه بقى في الاخر خالص قبل صعوده قال لهم اكرزوا بالانجيل ايه للخليقه كلها، بعتهم الى العالم كله وليس الى اليهود فقط. السيد المسيح في قراءه الانجيل كان في الهيكل بيعلم وبعدين رفضوه فخرج من الهيكل، وهو خارج من الهيكل شاف هذا المولود اعمى. ونلاحظ هنا ان الراجل ده مش هو اللي صرخ للمسيح او دعا للمسيح، هو اللي دور عليه، هو اللي كلمه وراح لمكانه. وده بيعبر لنا عن حنان الله، ان هو ممكن واحد ما يسألش لكن ربنا يتحنن عليه ويدعوه للشفاء ويدعوه الى النعمة. الحاجة الجميلة في هذا الرجل ايضا ان هو كان عنده طاعة جميلة جدا. ازاي؟ ان المسيح بعد ما طلع عينيه بال يعني اتفل على الارض وصنع من الطفل طينا وطلع عينيه قال له اذهب واغتسل في بركة سلوان. بركة سلوان دي في الناحية الاخرى من المدينة، يعني الهيكل كده وبركة سلوان الناحية التانية كده، يعني اللي هيمشي من هنا لهنا هيشق المدينة بحالها من اولها لاخرها. تخيلوا معايا وراجل أعمى عينيه مليانة طينة وماشي، المدينة كلها شافته، يقولوا عليه إيه؟ يقولوا عليه مختل عقليا، يقولوا عليه مش متزن، ممكن يقولوا عليه أي وصف، لكنه أطاع كلام السيد المسيح بالظبط كما قال له، نفذ الأمر ووصل لبركة سلوهام واغتسل، وكانت المكافأة أنه أتى بصيرا ورجع تاني للهيكل. حاجة جميلة خالص ان الناس شافوه ماشي شكل ورجع بشكل تاني، لم يخجل بل هو شهد للمسيح. هذا الرجل ايضا حاجة جميلة فيه ان هو شهد للمسيح، فنتعلم منه الطاعة، نتعلم منه الشهادة للمسيح بدون خجل. هل احنا بنشهد لإلهنا؟ هل احنا بنستخبى ونتشبه بأهل العالم ولا احنا مختلفين عن العالم واهل العالم ونشهد للمسيح بكلامنا واعمالنا وشكلنا؟ يتبارك الله في الكنيسه، لإلهنا المجد والكرامه الابديه.